نحن ما بنهاب الموت، نحن ما بنهاب الموت، وإسرائيل دولة إرهاب. ومن هذا المحتلين إن الأرض وإن الأرض إن الأرض وإن الأرض. هذا المكان بمساحة 150 دنم تابع إلى قرية قلنديا، وقريب جدا من المطار، وقريب جدا كمان من الطريق الواصل بين شمال غرب القدس ورام الله. ووجود أي بؤرة استيطانية في هذا المكان هو عمل خطير جدا سيؤثر على كامل المنطقة. فإحنا تداعينا اليوم للوقفة الجماهيرية هذه لوقف أي نشاط استيطاني في المنطقة. هذه الأرض عربية، وإسرائيل حرامية، وعن القدس والأغوار، عن القدس والأغوار ما بنتنازل مهما صار. اللهم أكرم شهداءنا يا رب العالمين، اللهم زدنا ثباتا وصبرا على هذه الأرض المباركة يا الله. أرض القدس والأقصى فهي عقيدة ندين بها إلى الله كل أحد فيها، ونحن غرباء على هذه الأرض، إذا عشنا عليها نعيش عليها دون أي حقوق سياسية. الله أكبر، الله أكبر. يا زلمة امشي يا زلمة، يا زلمة امشي.